مرحبا. طقس ربيعي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب منخفض جوي متمركز فوق اليونان، رح يأثر على منطقتنا حامل معه تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1800 متر وبيستمر للخميس المقبل. أما الحرارة فمعتدلة ورطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 117 درجة. اليوم طقسنا رح يكون غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالفترة الصباحية وبتبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بعد الظهر وتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من المساء. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 840 مليمتر، السنة الماضية 630 والمعدل العام 850. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 14، على المرتفعات 6 بالبقاع 3 والأرز درجة تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 15 برحبة مع هطول للأمطار تقريباً بكافة المناطق اللبنانية، اهدن 5 العقورة 11، زوق مصبح 19 وبكفية 15، بعقلين 12 الصالحية 18 ودير الزهراني 14. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 17 درجة وسرعة الرياح بين 20 و50 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 14-20 مع هطول الأمطار، أما الخميس فالطقس عم بيكون غائم جزئياً 13-19، وبيبدأ التحسن بالطقس ابتداءً من نهار الجمعة ليكون ويك أند مشمس كلياً 13-19. منبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. دمشق 18، القدس 15 والرياض 28، الجزائر 18 وطرابلس 18، أما الرباط ف 17 وبرلين 11، باريس 13 ولندن 8. وهيدا كان كل شيء. باي.